نفسك؟ ايش اللي مبقع على قميصك الجديد؟ ليش جيبه كسخة؟ يلا غيره هلا. ما قلت لك لا تلعب بالطين، ممنوع نتوسخ. هذا اللي نسمعه واحنا صغار، عشان كده ما نركب دراجة دايما ولا نلعب رمي على كيف. بس ماما ايش فيها لو وسخنا ملابسنا بشوية؟ طين او شوكولاتة او بالالوان. ممكن لو لعبنا وقت اكتر بدل ما نقعد قدام التلفزيون. ما كان صار بيننا دخان، تعرفي انه نحن عكس الاطفال بالتاريخ. معقولة؟ والأسوأ من هذا كله فينا معارض بشكل كبير انه يعاني من الاكتئاب ومشاكل في الكلام. ماما ما تفهمين غلط، نحن ما بدنا نخوفك. صح نحن جيل تكنولوجيا، بس يمكن جاء الوقت لتعطينا فرصة نطلع برا نلعب ونتوسخ، نكتشف العالم، نطبخ من غير ما نخاف نتوسخ، نلعب كورة من غير ما نخاف نتوسخ. شايفة ماما لعبوا لك تسلية بس لأنه كمان يعلمنا ثقة. ما بتعلمها من التلفزيون، الثقة تجي من لعب الدراجة. هذا مو رمي بس، هذا درس. لو سمحتي خليني ألعب برا لأنه قدامي أشياء كثيرة أتعلمها. ماما نعرف إنك تزعلي لما تشوفينا متوسخين، بس الوسخ والبقع مو شي وحش. هذه البقعة دليل على مغامرة وعزيمة، وكل بقعة توسخنا تعلمنا يعني درس جديد وتجهزنا لبكرة. واللي يدخل قولنا ابقى معنا على طول، مو زي البقعة بسهولة بتروح. خلينا نتوسخ عشان نتعلم لبكرة.